عليكم، أنزل في اللون معكم ليلى السعدية زيزي، فنانة تشكيلية عصامية من أقبلاني تخمان، واستقريت حاليا بمدينة مراكش الحمراء. بديت أعمال ديالي الفنية تقريبا ملي كنعقل على راسي من صغري، وانا بديت هاد الرغبه الفنيه في المنسج اللي لقيت الوالده ديالي الله يرحمها كتعلمني المنسج وكتعلمني الرموز اللي كيداروا في الزراوي واللي كيداروا في الجلال واللي كيداروا في البزارات في المخاد. ولقيت راسي راني حبيت ديك الخدمه نديرها بيدي، وبحكم لقيت الاخوان ديالي حتى هما فنانه عاونوني نطور هاد الخدمه اللي كنت ندير في المنسج نديرها في الثوب، يعني في لوحات كنرسمو بصباغه مائيه وصباغه زيتيه. وصراحة لقيت راحتي مزيان في الرسم ديالي في الشتاء، وكنت نرسم بالصباغة المائية والزيتية في الطابلو، لقيت راحتي مزيان، والأعمال ديالي كيعبرو على مرأة مغربية بصفة عامة، وكيعبرو على المرأة الأمازيغية بصفة خاصة. Thank you.